الاستاد الرياضي البيضاوي الذي حسمه في الجولة الماضية بعد عودته بنقطة ثمينة من مدينة وجدة بعد تعادل أمام المولودية الوجدية بهدفين لمثلهما. الوداد كما نتابع الرتبة الأولى 63 نقطة دون احتساب هذا اللقاء، واللي خلاه يكون أمام الفتح الرباطي الذي يتواجد في الرتبة الخامسة، وبالتالي الوداد بطلا للدوري الاحترافي وبطلا للمغرب. لقاء اليوم لقاء ختامي أمام فتح الرباطي، هي فرصة للاحتفال مع الجماهير الكبيرة التي حضرت وأتت مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس من كل المدن المغربية لتشارك الوداد هذه الأفراح التي انطلقت هذا الموسم بلقب قاري لدوري أبطال إفريقيا على حساب الكرة المصرية أمام فريق كبير هو الأهلي المصري في التشكيلة الرسمية للفريق فتح الرباطي، وكذلك المهدي قرناص بن أدري. لقاء الذهاب انتهى فوز فريق فتح الرباطي 3 أهداف مقابل هدفين. هذه فرصة لبدء فريق الوداد تدخل لحسن الحظ تدخل دفاع كابتن المغربي أمام منتخب ليبيريا، وبالتالي هو اليوم سيرفع من حدود ومن ريح الفتح الرباطي رضا الهجوج لعبة الكرة الدائرية. تمسكي واللي صرح لحسين هذه فرصة لأكدوا بأن كل جيل وإلا عنده البصمة. سريع واتزم يرافق فريق يوسف رشيد للدوري الاحترافي، أو لعب يوسف العمري كعبة الكرة في اتجاه لعب مهدي مبارك. مبارك تزيدة وتدخل حارس طه مريد، تدخل طه مريد في حارس مرمى مستوى الدوري الإسباني. هذه فرصة تدخل حارس الشمالكي وصاحب رقم قياسي على مستوى الفوز بالالقاب لقب كاس العرش 12 لقب، اخر لقب كان راح يدير بنيشو كيما راه في اتجاه لاعب الكونغولي فريك سوبو التمريره، ولكن اقرب لبنيشو كينتظر المسانده دائما كيحاول اللي راهو المسانده الكبيره. هذه الاحتفاليه كما قلت على مستوى المدرجات خلال هذا اللي والمغرب الان اللي كيحتضن كاس امم افريقيا. سيدي فرصه الهدف الاول، الهدف الاول في هذا الفريق الوداد الرياضي البيضاوي بواسطة المدافع ايفواري الشيخ ابراهيم كومارا يتمكن من وضع الكرة في الشباك، واولى اهداف هذه المواجهة. فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد، 1-0 الشيخ ابراهيم كومارا يتمكن من وضع الكرة في الشباك واولى اهداف هذا اللقاء. تابعوا من جديد تفتات الزاوية عكس الكرة بالكعب بشكل ممتاز، كومارا يتمكن من وضع الكرة في الشباك وهدف أول لفائدة محمد السادس نصر الله وأيده، الذي بالمناسبة بالانفجار يسرى ليوسف بن العبري رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. أيوب لنا فرصة تدخل ممتاز طه مريد في الباك. تأهل لنهائية كأس العالم لألمانيا تبعد المحاولة، خروج قط لعب منصف 10 رفع الكرة لتسوبو فريد فريق المدير الجديد واللي منح نقطة للحتيبي الحكم قبل الامتياز بدا الكرة اللي في عدة فريق الفتح الرباطي. فرصة رضا الهجوج كان في وضعية تلج، كان في وضعية تسلل، رفعت الكرة من رضا الهجوج الرأسية الخطورة، ومعادلة صعبة في تشكيلة فريق فرقة الشغال اللي كيحاولوا يتماشى مع المالية المتوفرة اللي ترجمت نفس الشيء بالنسبة للفتح الرباطي في طرف اتجاه لاعب المهدي مبارك سديدة قوية فرصة وممتازة. نحن هذه الأجواء المثالية على مستوى المدرجات، فرحة جماهير الحمراء أمامنا فريد سومو. رضا الهجوج دخول داخل منطقة الجزاء، هناك تغطية من طرف المدافع محمد رحيم، جزاء رضا الهجوج، هناك تغطية لعبات الكرة دائرية خروج موه اليسرى رفعت كرة داخل منطقة الجزاء مهدي خرناص بالرأس أيوب النناح تدخل جليل الدوري ترجع الكرة تمريرة داخل منطقة الجزاء وتدخل رضا الهجوج دخول داخل منطقة الجزاء فرصة لفيدة فريق فتح الرباطي وطه مريد عند حمزة إتعلان رفعت كرة داخل منطقة الجزاء تدخل لفيدة فريق الوداد رفع الكرة فرصة وتحدثت على صلاح الدين بنيشو كانت فرصة أمام الحارس مهدي بن عبيد الزاوية لاحظوا أيوب قاسمي يسدد هنا ردة فعل الثانية وكذلك بعد نهاية فريق الوداد باللقب الثاني والعشرين لفريق الوداد اللي كان حسمه في الجولة الماضية بعدما تمكن من العودة بنقطة كرة طويلة تواجد على مستوى الاحتياط ديال فريق الوداد اللي بنيشو شاف الجهة اليمنى تبعد المحاولة في فريق الوداد تمريرة طويلة في اتجاه لعيبة سومو دي فرصة لبعدة فريق الوداد رفع الكرة والفكرة كانت جيدة
اللي وضع رجل بنهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار بعد جوج انتصارات امام جنوب افريقيا. هو ولأندية الدوري الاحترافي في الوقت الكرة في الجهة اليمنى، إمكانية التمرير تدخل والكرة تمشي للزاوية. الزاوية لفائدة غزة وأيمن الحسوني وفرحان والعملود ومترجي والتاكلاوتي واللائحة طرائق الفتح الماضي ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء. مهدي موهوب الرأسية ولكن الدور اللي قدموه سواء ب أيوب قاسمي ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء. دي فرصة رأسية ومرت جانبا، فرصة بواسطة خروج طه مريد. يمكن نقول حديث مع حكام الفار محمد النحيح وأمين دحان، قرار ديال بن رقية إذا ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لفائدة فريق الفتح الرباطي. إذا الحكم يعلن عن ضرب الجزاء لفائدة تيبي والهدف الأول لفائدة فريق الفتح الرباطي. أمامنا أحمد رضا التاكناوتي، لاحظ بأنه التاكناوتي يشجع طه مريد. كل ما كان هناك أكثر من فريق قوي بالدوري فهذا غير عندي فرصة. هدف ثاني، هدف جميل لفائدة فريق الفتح الرباطي مرة أخرى بواسطة منتصر الحتيمي. منتصر الحتيمي هدف بجماله وبروعة وبتسديدة قوية يتمكن من إضافة هدف ثاني لفائدة فريق الفتح الرباطي. تجي الهدف التعادل، فرصة حمزة أي تعلل كان إمكانه أن يسجل هدف التعادل. حمزة أي تعلل كامل فرصة لفائدة فريق الفتح الرباطي. مهدي قرناص كيسدد طه مريد لأنه لاحظوا تعبت في الزاوية على مستوى الأدوار وكان عنده حاسم دي فرصة. الكرة كتمر جانبا، كانت فرصة لفائدة فريد سليم من نقطة جزاء. شباب محمدية فانهزم أمام مولي وجدية، فكر ارتباط رسميا مع الإطار الوطني محمد فاخر. فرصة خروج الحارس الثنائية، فرصة لفائدة فريق الوداد تدخل. بحسين رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. مهدي موهوب ما تمكنش الوصول للكرة، وسطات الكرة لمهدي قرناص. دفاع فعال يزيد غيحاول يدخل داخل منطقة الجزاء ولكن العودة انه يكون الفرق تكون في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع. مهدي موهوب كيمرر ويلا في الجهة اليسرى، هذه فرصة تدخل الحكم في كل زاوية. فيرا مباشرة ستنطلق الاحتفالات الرسمية. تعبات الكرة الرأسية تدخل من كثافة عدد من اللاعبين فريق الفتح الرباطي. خروج حارس، محاولة الدخول دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة المراوغة ليزيد شنو غادي يعمل غير رفع الكرة. ترفعات الكرة في على هدف ويبحث على نتيجة إيجابية. هذوما المدربين اللي كذلك قادوا مباريات ديال الدوري بهذه الصورة الإيجابية وفرصة لفائدة فريق الوداد. باب المرمى حكم